على يا الهي.
رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب من الأزمات غمرني شعورا أنني سبب فلو أني نهد الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسول صبر كذب ولا عمة ما في لنا دعا فهذا الأدب عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله عذرا حبيب